مهندس مجدي نجيب فخوري مدير جامعة البيضية. اهلا وسهلا باشمهندس، حضرتك قول لي شعورك ايه النهارده وانت واقف بين المزارعين وبتجمعوا القطن؟ طبعا كل المزارعين سواء مهندسين سواء مزارعين سواء عمال فرحانين اللي هم بيجوا سنة محصولهم. فرحانين. تمام. قول لي انت مستبشر خير بمحصول القطن واحنا حاسين ان هو السنه دي فرق عن كل سنه؟ كتير خالص، ان من ناحيتين القطن الحمد لله ما فيهوش اصابه. باللول في شجره مفتحه من فوق لتحت، وغير كده كمان سعره جميل. احنا سمعنا سعره وصل 14000 جنيه جيز 94. دي حاجه حلوه للمزارع. تمام. ما كانش متوقع غير السنه اللي فاتت خالص. قول لي بقى كانت ابرز المشاكل اللي كانت بتواجه الـ القطن سابقا وزراعته ايه؟ السعر. السعر ما كانش في سعر خالص، والسعر ده كان طبعا ما كانش بيقضي التكلفه. طبيعي ما كانش بيقضي تكلفه المزارع واي حاجه، لانك المزارع بيكلف ورش. احنا يعني من اول ما حط البذره وحرقته وحط بذره وحط مبيدات وحط كله بتاع، الاول ما كانش بيكلف يعني جازي، لكن الحمد لله النهارده الامطار ب 14000 جنيه ده يجازي ويجازي. ان حضرتك كان زمان المزارع ما كانش يجوز ولا يحج ولا يعمل حاجه غير لما يجري ايه موسم القطن. والحمد لله السنه دي يعني ايه المزارعين مستنيين يتجوزوا عيالهم بعد محصول القطن. تمام. قول لي بقى باشمهندس، جهودك ايه مع المزارعين؟ يعني انتوا كمهندسين زراعيين دوركوا ايه مع مزارع القطن من بدايه ما يبدا يحط البذره في الارض؟ احنا بنكون معاهم من اول حراده الارض، تجهيز الارض، حراده الارض، حط البذره في الارض، الري، بعد كده هو المبيدات الاوليه، التريبس والحشرات اللي هتتاكل، بعد كده هو المبيدات ايه اللوزه. لا لازم نحافظ على بيضه اللوزه، لان اللوزه لو باظت خرمتها الدوده انتهت خلاص. احنا موفرين لهم الادويه فين؟ في الاداره الزراعيه بنص الثمن. مدعمه، ادويه مدعمه، بيجي ياخدها المزارع من عندنا ويرش ده، وبنتابع معاه ما بنسيبوش لحد لما القطن بتاعته في دوده تروح حياه المدير، مفيش حاجه ماشيه في القطن السليم. تمام. ما بيسيبوش لحد لما يجمع قطنه، بعد كده هو يشيله ويحط المجمع. انا عاملين حاله مجمع فين؟ في اول مدخل البيضيه. قول لي اخبار المجمع ايه؟ هل فعلا بداتوا تجمعوا فيه القطن ولا لسه؟ 1/10 ان شاء الله نبدا نستلمه. هتبداوا تستلموا القطن 1/10؟ 1/10 ان شاء الله. تمام. وهتعملوا المزاد المفروض امتى؟ المزاد مجرد ما بنلم حركه 100 كيس ولا 200 كيس بيجي ايه نعمل المزاد عليهم فين؟ في الزقازيق. يعني المزاد هيبقى في الزقازيق مش هنا، لكن هنا مجرد ان هو مركز تجميع بس. مركز تجميع بيتعمل في المكان المزاد في الزقازيق. تمام. والحمد لله القطن السعر سعره حلو خالص، سعره حلو خالص خالص عن كل سنه. ما هو سعره حلو وكل حاجه، بس هل المقابل ده هو يرضي المزارع؟ يرضي. مع التكلفه بتاعت الزراعه؟ بيجيب كده هو لو وصل 14000 ده الفلاح يرقص. يرقص عريان كمان، مش يرقص لابس. 14000 مش وحش. الفلاح ده حلو، 14000 مش وحش. من نص سبتمبر، من شهر 9، من اسبوع كده. تمام. قول لي المساحه اللي حضرتك زارعها قد ايه؟ 5 أفدنة. ما شاء الله. حضرتك عرفت طبعا ان في قفزه السنه دي في سعر القطن. كلمنا بقى انت، يعني كلمنا على رحله زراعه القطن، بتبدا من امتى وبتنتهي امتى؟ بتكلفك قد ايه كده يعني؟ هي بتبدا من بدايه شهر 4، من بداية إبريل حتى 1/5. وبالنسبة للإدارة الزراعية بتوفر لنا البذور وبيشرف المهندسين علينا وبيوجهوا الإرشاد الزراعي طبعا، فإحنا معاهم وبيساعدونا بالمبيدات والوقاية والإرشاد الزراعي. في حاجة تانية؟ عايزة حضرتك تكلمني بقى على الدورة بتاعت زراعة القطن. الدورة هي طبعا بتبقى دورة ثلاثية، بتبدأ بعد البرسيم قط ثم قمح، بعد كده برسيم قطن قمح كده. تمام. بالنسبة للمحاصيل حضرتك بتحتاج كام عامل بقى عشان تتم يعني تحصد الأرض أنا كل يوم عندي 70-80 عامل، فهي القطن بسم الله ما شاء الله يعني بيفتح أبواب رزق للناس من بداية الزراعة حتى النهاية. زراعة، خف، تنظيف يدوي، جمع كده، فهو محصول يعني مجزي. هو شغله كتير لأن بيفتح مجال للناس إنها إيه تسترزق منه. قول لي بقى أستاذ سامح، حضرتك بتشتغل في جمع القطن من أول شهر سبتمبر صح؟ قول لي بالنسبة اليومية بتاعت جمع القطن، هل هي مجزية؟ هي كويسة بالنسبة في الوقت اللي إحنا فيه ده، كويس. حلوة الحمد لله يعني ماشية معانا. تمام. قول لي بقى بتبقى اليوميه كام؟ 100 جنيه. 100 يعني 100 دي بالنسبه لك كويسه صح؟
فيجو.